صباح الخير، هل أنتن ترجعين إلى القرية في العطلة قديمة؟ صباح النور يا فريزة. نعم، أراجع إلى قريتي في كده. أنا أيضا أرجع إلى جهور. وأنت يا سارة؟ أرجع إلى بيتي في كوالالمبور. وأنت يا فريزة؟ أرجع إلى قريتي فالعطلة قديمة. أريد أن أقطف الفواكه مع أبي. كيف المنازل في كوريا؟ المنازل في القرية رائعة. فيها توجد مزارع وحق وحيوانات أيضا. وفي قريتي توجد نهر وشلال صغير. يا سارة، ماذا يوجد في المدينة كوالالمبور؟ يوجد في كوالالمبور والمستشفى والفندق والمحلي التجاري. هل المناظر في المدينة رائعة هذا؟ نعم، المنازل في مدينة رائعة عادة. السيارة كثيرة والشوارع مزدحمة عادة. هل تجولين في كوالالمبور؟ نعم، أريد أن أذهب إلى محل التجاري والبروج التوأمي. بعد العطلة أريد أن أذهب إلى البرج التوأمي مع أختي. ماذا تفعلين في العطلة؟ أحب طبخ لأنه هوايتي. أحب التسوق مع أمي، هي تحب أن تشتري المجوهرات. واو، ماذا عادة تشتري أمك في محل المجوهرات؟ تفضل أمي ذهب من بالور. أريد إلى جزيرة لينكاوي مع أسرتي في العطلة. كيف تسافرين إلى الجزيرة؟ سنطلق بالسيارة من بيتي ثم أركب العبارة إلى الجزيرة. لماذا لا تركبين الطائرة؟ نعم، ستصل إلى المكان أسرع من السيارة. طبعا، ولكنني أريد أن أشاهد المناظر الجميلة. بمناسبة عطلة نهاية العام، يوجد خصم كبير عبر الإنترنت. في أوكي موكي تتصفحين لازادا أم زالورا؟ طبعا زالورا، لأنه أحسن وأكبر سوق المبيعات إلى الإنترنت. هو أسرع طريقة والسعر أرخص أيضا. نعم، عندنا خيار كثيرة لنحن نفضل التسوق عبر الإنترنت. أنت إلى هيك. يا فرحانة، هوايتك الطبخ. ماذا ستطبخين يا فرحانة؟ الطبخ الأرز المقلي. الحمد لله، الأرز مقلي لذيذ. يا هني، ما هوايتك؟ هوايتي الزراعة. أزرع الوردة والأوركيد. ما هوايتك يا سارة؟ يا هني، حديقتك جميلة. هوايتي الركض. هل هوايتك ركوب الدراجة يا فريزة؟ نعم، أحب أن أركب الدراجة. أمارس هوايتي في الحديقة. ركوب الدراجة هواية ممتعة جدا. يا فريزة، الآن موسم مرض فيروس كورونا، ولا تركبين الدراجة في القراج. يا هني، متى تمارسين هوايتك؟ عادة أمارس هوايتي في الصباح، وأحيانا أمارسها في المساء. متى تمارسين هوايتك يا سارة؟
أمارس هوايتي في الصباح مع من تركب الدراجة يا فريزة؟ أركب الدراجة مع أمي. هل تمارسين هوايتك مع أمك أيضا يا فرحانة؟ أحيانا أمارس هوايتي مع أمي لأنها هي تعمل. يا هني، مع من تمارسين هوايتك؟ أمارس هوايتي وحدي. لماذا تحبين هواية الركض يا سارة؟ أحب هوايتي لأن أهتم بالصحة الجسمي. سبحان الله، أنت نشيطة. هل أنت طالبة متفوقة؟ نعم يا فريزة، سارة طالبة نشيطة ومتفوقة. هل لدينا امتحان في الشهر القادم يا سارة؟ نعم، عندنا امتحان في الشهر القادم. كيف تستعدنا للامتحان في الشهر القادم؟ ناقش الدروس مع أصدقائي. أوه، أراجع مادة رياضية مع سارة. هيا نراجع المناقشة الدراسية يا فريزة مع فرحانة. حسنا، أين تراجعين الدروس ومتى؟ أراجع الدروس في المكتبة في الساعة الثانية ظهراً. نعم، هيا ندرس معاً. أوه، كيف مادة اللغة العربية؟ هي سهلة جداً. أحب اللغة العربية ومارسها دائماً. متى يبدأ الامتحان؟ يبدأ الامتحان في نوفمبر في القاعة أكونا تونكو جانسلور. أتأمينا أن نحصل على تقدير ممتاز في هذا الامتحان. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. لذا متى نبدأ مراجعتنا؟ لنبدأ يوم الاثنين. حسناً، أراك في المكتبة غداً. نعم، وإلى اللقاء. نعم، إلى اللقاء. ليلة سعيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.